بسم الله الرحمن الرحيم. الحاج انس الهزاز تاجر وصانع للحلي والمجوهرات ورئيس الفيدرالية المغربية للصياغة بالمغرب. كنشكروا هذا المنبر الإعلامي على الاهتمام ديالو بقطاع الحلي والمجوهرات، وكيظهر لي بأن الموضوع يتجلى في الواقع وفي آفاق المستقبلية ديال هذا القطاع. بطبيعة الحال أنه كجميع القطاعات يعني مريت من صعوبات خلال هذا ديالية تميزات واحد الوباء اللي نتمنى ان يمر بسلام عليها. يعني ابرز الاكراهات اللي واجهتكم كمهنيين؟ الاكراهات اللي كاينه واللي كيعيشها القطاع والمشاكل اللي كيعيشها القطاع هي ليست وليدة الامس القريب، فهمتيني، بل هي وليدة السنين ديال التراكمات ديال المشاكل اللي بقات كتراكم واللي بقات كتجمع، واللي في الحقيقه ما عطى الحكومه ما عطاتش قسط الوافر من العنايه فيما يتعلق بحل المشاكل. فالمشاكل القطاعيه تتجلى في عدد ديال الاصناف. يمكن لي نبدانا بالمشكل الاول اللي كاين، هو المشكل ديال غياب الماده الاوليه داخل القطاع ديالنا. يعني كنهضر على الماده الاوليه، اتكلم عن الماده الاوليه المقننه، يعني بالفاكتوره ديالها بالمسائل ديالها. القطاع ديالنا كيعرف ثلاثه المصادر ديال اللي كاينه في الحقيقه ديال الماده الاوليه. المصدر الاول هو لو ريسيكلاج ديال الذهب البالغ القديم، نعاودو التصنيع ديالو. المصدر الثاني اللي كاين هو التهريب، والمصدر الثالث اللي كاين هو المناجم ديال الذهب الموجوده التي تتخار بها الاراضي المغربيه، واللي مع الاسف لا يستفيد منها لا صانع ولا تاجر في المغرب، بل هي كلها كتخرج 100% للتصدير الى الخارج. وبهذا الصدد درنا عدد ديال الاجتماعات مع الشركات المنتجه، وكذلك بحضور السيد وزير الطاقه والمعادن السيد الرباح، وحاولنا نشوفوا شنو هما المشاكل اللي كتعيق هاد الشركات باش ما يبيعوناش على المنتوج المغربي داخل التراب المغربي. لقينا جوج ديال الانواع ديال المشاكل. المشكل الاول يتجلى في دفتر التحملات اللي كياخذوا الشركات اللي كيبغيو ينقبوا على المعادن المنافسه في المغرب، وهاد الدفتر التحملات كيفرض عليهم باش يصدروا المنتوج ديالهم 100% الى الخارج، عكسا لدفتر التحملات القطاع ديال المحروقات الهيدروكاربيون اللي كيفرض على الشركات اللي كتجي تنقب على الغاز وعلى البترول في المغرب بانها كتمنع باش تصدر شي حاجه الا ان يكون الاكتفاء الذاتي هنا في المغرب، ولا جات شي حاجه راه كيصدروها. اذا هنايا كنشوفوا بان نفس الوزاره كتعطي جوج ديال المعايير دو بوا دو ميزور لجوج ديال الاصناف اللي هما تحت الوصايه ديالها. المشكل الثاني الذي يتجلى ديال الشركات التي تفضل تصدير المنتوج ديالها كاملا للخارج، هو انه ملي كتصدر هاد الشركات اخذوا على اكبرهم هي شركه مناجم اللي عندها تقريبا منتوج ديال 350 طن سنويا ديال الفضه واطنان ديال الذهب. هاد الشركه هادي ملي كتصدر المنتوج ديالها لله كتخلص 17.5% ديال الضريبه لامبو سور لي سوسيتي. الا باعت المنتوج ديالها وطنيا غتولي تخلص 30%. اذا هناك المشكل، هذا المشكل كيمكن له يتحل بجرة قلم، بقرار من السيد المدير العام للضرائب او بقرار من السيد وزير الماليه، ونكونوا تجاوزنا المشكل اللي هو مشكل حقيقه بسيط، ماشي مشكل عاطفي. اذا تجاوزنا المشكل ديال الماده الاوليه، كندوزو للمشكل ديال الضرائب والمشكل ديال عدم ملائمه القوانين الضريبيه مع القطاع ديالنا. كنعرفوا ان القطاع ديالنا هو كيخدم بواحد الماده اللي هي غاليه ونفيسه. شكرا على المشاهده. اذا اعجبك الفيديو اضغط على زر الاعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. عندنا واحد لاشين دو فالور، واحد السلسلة ديال سميتو، خصنا نخلصوا لا كوتيزاسيون مينيمال. لا كوتيزاسيون مينيمال حاسبينها بحال اللي حاسبين جميع الناس القطاعات الاخرى. كاين استفادات خصوص كاين استفادات بعض القطاعات لا كوتيزاسيون مينيمال، بحال المطاحين، بحال الهيدروكاربور اللي كيخلصوا 0.1% كاين اللي كيخلص 0.25%، حنا كنخلصوا 0.5%. حنا 0.5% ملي كتضربها في لاشين دي فالور، يعني المستورد، الموزع بالجملة ديال المادة الأولية، الصانع بالجملة،
التاجر بالجملة، التاجر بالتخصيص، كتلقاها بأنها ولات 2.5%، والمادة الأولية غالية على ضرب 2.5% على 50 مليون، كتعطي واحد الثمن اللي هو باهظ. إذا يجب مراجعة بعض النصوص الضريبية فيما يتعلق بالقطاع ديالنا، خاصة القطاع ديالنا لو عدد الخصوصية وغلاء المادة الأولية. وفي هذا الصدد الفيدرالية الوطنية عندها واحد الدراسة قيمة قامت بها فيما يتعلق بهذا جميع ما. السيد الرئيس، هذا هو السؤال الموالي، أكيد بأنكم كتنظيم يعني لكم تصور معين للخروج من هذا الدائرة. بطبيعة الحال التصور عملنا مع وزارة الصناعة التقليدية، وزارة السياحة والصناعة التقليدية في إعداد برنامج استراتيجي لمدة خمسة سنوات 2021-2026، باش هذا البرنامج الاستراتيجي باش حطينا فيه جميع المشاكل جمركية، ضريبية، مادة أولية، استثمار إلى آخره إلى آخره. وفي طبيعة الحال في هذه الدراسة هذه قمنا بواحد النوع ديال البيش ماركينغ مع بعض الدول، مع تركيا كالهند وكإيطاليا. هذا البيش ماركينغ بينا بأن ملي كتكون إرادة حكومية في إنجاح أحد القطاعات راه كتنجح. حنا كنا المنتوج ديالنا في الثمانينات المنتوج الوطني كان يتجاوز 32 طن، اليوم المنتوج الوطني لا يتجاوز 5 طن، يعني حنا نقص الخطر جرينا قبل هذه الجائحة ديال كورونا، إذا هناك تراجع. واليوم حنا والحكومة أمام خيارين، وإما غادي يمدونا يد العون والمساعدة ونقوموا بهذا القطاع هذا ونكونوا فيه، نديروا فيه التكوين والتجهيز والاستثمار، ولما لا نجيبوا مستثمرين أجانب يستثمروا فيه، لأنه هو قطاع واعي، لأن لحد الساعة هل الاستهلاك الوطني ما كنكفيوش الاستهلاك الوطني، ولازمنا نستوي ما بين 3 و4 طن. كيف يعقل بأن احنا كمغاربة مازال كنخدموا على تركيا؟ 4 طن يعني آلاف ديال الأيام ديال العمل ديال الشغل اللي كنضيعوا فيها احنا وطنيين. إذا احنا قمنا بواحد الدراسة استراتيجية، واللي وزارة الصناعة التقليدية مشكورة وهي اللي خلصتها، وخدت لنا سنتين تقريبا كمكتب الدراسات وكوزارة وكمكتب ديال الفيدرالية وبعض الجمعيات اللي شاركوا هنا كذلك، مشكور لنا على هذا العمل هذا. اليوم كننتظروا التوقيع والتنزيل ديال هذا، لان عندنا في وزير الطاقه يجبوا ان يوقع على هذه الاستراتيجيه اللي يخرج بالحلول ما يتعلق بالماده الاوليه، كذلك وزاره التكوين، وزاره التعليم والتكوين المهني كذلك عندها دور كبير باش نتكونوا، وزارة الصناعة التقليدية، وزارة الصناعة التجارة، صناعة حديثة للقطاع التقليدي، موضوع فصل، أنا أتأسف الآن، الارتيزانة على سومي اندستريالزاسيون، على الاندستريالزاسيون، وكيما اللي مخطط البرنامج ديال 54 قطاع اللي غادي يحاول يحبس من الاستيراد وانتم كلوا على الخارج باش كل هذه 54 قطعة كلها غتولي تشتغل هنايا وتنتج هنايا وتستهلك هنايا، وتم استثناء القطعة ديال الحلي والمجوهرات رغم الرسائل اللي صيفطنا له، وهذه سنتين وحنا بمراسلة معاه وكتابة معاه، ولحد الساعة مازال ما جلسناش معاه، مازال ما تحتناش الفرصة باش نجلسوا معاه ونقنعوا ونعطيو سميتو. كنا حنا بالأولى لأن عندنا أن بوتونسييل، عندنا اون اورغانيزاسيون اللي تمثل جميع الجمعيات المغربيه على الصعيد الوطني، ولنا دراسه، عندنا جميع المسائل، يعني كنا حنا نكون الاولى من عدد القطاعات. غير السيد الرئيس، من باب قراءه نوايا المسؤولين الحكوميين وعلى ضوء التشريح الذي تقدمتم به، هل هناك ما يؤشر على اساس انه الجهاز الوصي سيتجاوب مع هذا المطالب؟ مع الاسف ليس لنا جهازا وصيا واحدا، عندنا عدد الاجهزه. اليوم حنا تقريبا عندنا القطاع ديالنا بول 60% غير مهيكل، بغينا ندخلوا للهيكله خاص المساعده، بغينا نستمروا في هذا القطاع خاص المساعده. كيف يعقل بان كنساعد عدد ديال القطاعات وكنمولهم كندعمهم عبر عدد ديال القنوات اللي كاينين اللي زعما كتسهلها في الحقيقه الحكومه اللي هما متواجدين، الا ان خاصنا نعطيو واحد شويج ديال الاهتمام لهذا القطاع هذا، وما غادي يكونش مشكل. سوف نساهم في خلق اكثر في خلال 5 سنوات، نلتزم بخلق اكثر من 20,000 منصب شغل على الصعيد الوطني، غنكونوا
تقريبا واحد 2800 واحد تقني في قطاع الحلي والمجوهرات حسب التقنيات الجديده، لان اليوم ما بقاش يدير المسائل التقليديه او ارتيزانال بحال اللي كنقولوا. والهدف ديالنا هو ان نخرجوا هاد الناس من التقليديين، من الصناعه التقليديه، من العقليه التقليديه، الى مقاولات صغرى او مقاولات كبرى او لماذا مقاولات كبيره. يعني اذا السيد الرئيس في حاله عدم استجابه الشركاء ديالكم في هذا القطاع لهذه المطالب، وهذا لا نتمناه، هل هناك استراتيجيه بديله لتصعيد النضال؟ لا، سوف لن نصعد في النضال، لان احنا حقيقه قمنا بوقفات احتجاجيه وقمنا بمراسلات وكتابات الى اخره. وربما احنا اليوم كنبدو يدينا الحكومه والوزراء والمسؤولين المعنيين، وكنقوموا بالعمل اللي خصهم هما يقوموا به. احنا كنجيبوا لهم دراسه واجده ناضيه مهيئه، صفحه بيضاء يكتبوا فيها اللي بغاو يديروا فيها اللي بغاو. لما الله رفضوا يعني غنسلموا الواقع ونقلبوا على مهنه واحده اخرى، وغنوليو حنايا في عطله كنستوردوا 3 ولا 4 طن سنويا من تركيا، ونستوردوا 11 12 طن، ماشي مشكل. ولكن ماشي هي ديال الغايه ديال الحكومه، ولا السياسه ديال الحكومه، ولا الرؤيه ديال الحكومه. الان حنا على استعداد باش نتعاونوا، ما كاينش راه ما كاينش مسهل نمشي نجيب سلعه ونحطها ونبيعها. هذه ابسط المسائل، يعني هذه مساله اللي هي بسيطه، ولكن حنا كنشوفوا عندنا غيره وطنيه وحب لهذا القطاع هذا، وهذه الغيره هي اللي كتجعلنا يعني باش دابا الان كنبنيو معاهد للتكوين من المستوى العالي. سوف ندرس بعض المواد التي لا تدرس بالمغرب، مواد جديده كاركتير نوفو، لا جيمولوجي، ديامونتوري، غندرسوا 3 دي ديزاين، غندخلوا اللازر، غندخلوا هذا. حنا راه في الحقيقه راه الحكومه اللي خصها تشوف هذه النظره، حنا اللي كنشوفوا هذه النظره كنقول لها يدينا مبسوطه ليك، يلاه قول بسم الله ونتكلوا على الله. والناس وانا لي يقين بان الناس باغيين يستمروا، الا انه يجيبوا تبسيط المساطر ديال الماده الاوليه، تبسيط المساطر الضريبيه، المساطر الجمركيه الى اخره، وغادي يكون استثمار كثير. المثال اللي غنعطيك هو في 2002 في تركيا كانت 4000 في اسطنبول، على مدينه اسطنبول كانت 4000 واحد اللي كانت كتشتغل في القطاع الحلي والمجوهرات، اراده حكوميه. الان اسطنبول تتجاوز 26000 منصب شوف في قطاع الحلي والمجوهرات في مدينه واحده، يعني خلال بعض السنوات خلقوا اكثر من 20000 منصب. حنايا كنقولوا كنلتزموا ب 20000 منصب على مده 5 سنين، وهذا ماشي ليس ببعيد على علينا حنايا، لان كنشوفوا اقل ما يمكن نسميته هو 20000 منصب، وحنا لا يقين باننا غنتجاوزوا 40000 منصب. السيد الرئيس بهذه المناسبه لا يمكن ان نمارس واحد النوع من الحيف الاعلامي بحق التنظيم المهني، اللي هو الفدرالية المغربية للصياغين بالمغرب، منذ التأسيس إلى يومنا هذا، ما هي الحصيلة؟ هي الحصيلة في الحقيقة، الحصيلة هو أولاً عرفنا بالقطاع ديالنا، عرفنا بالمشاكل ديالنا، عدد كبير ديال المسؤولين اللي كنجلسوا معاهم، كيقولوا ما جلستوش معنا وجبتوا لنا هاد الدراسات وجبتوا لنا هادشي هذا، نقولوا بأن القطاع الحلي والمجوهرات بخير وعلى خير، ما عندنا حتى شي مشكل. إذا عملية ديال التوعية ديال المسؤولين. الحصيله الثانيه هو ان هذه الدراسه اللي خدات منا سنتين ديال العمل. الحصيله الثالثه هو ان وقعنا اتفاقيه ديال الشراكه مع منظمه الالفيه الامريكيه لبناء معهد ديال فنون الصناعه التقليديه بمدينه فاس، واللي غادي يكون في واحد الشطر منه خاص بقطاع الحلي والمجوهرات، واللي غنكونوا فيه سنويا اكثر من 250 تقني فيما يتعلق بالحلي والمجوهرات. نحن نفتقد الى اليد العامله الجديدة وإلى اليد، وخفنا يعني الخوف، التخوف ديالنا الكبير هو أننا نضيع اليد العاملة التقليدية اللي كتحمل واحد التراث وواحد الأصالة مغربية، حتى هي غتضيع وغتمشي. إذا بغينا نحافظوا على هذا التراث، بغينا نزيدوا هذا القطاع إن شاء الله الرحمن الرحيم قدام، الحصيلة هي اللي ما كاينش حصيلة كبيرة، ولكن أملنا إن شاء الله في المستقبل. ماذا عن الامتداد الإفريقي؟ هل تفكرون في السوق الإفريقية؟ بالعكس، حنا يعني المؤشرات اللي عندنا كامله هي مؤشرات افريقيه. كنعرفوا بان الخصوصيه ديال المنتوج المغربي فيما يتعلق بالتحرام ما كانش له تواجد الا في المغرب، لا الهند ولا تركيا ولا حتى الدول اللي كتقرب لنا، ولا النيبال اللي كتقرب لنا في الصناعه ديالنا، ما كتوفرش على نفس الخصوصيات التي توفر عليها. وحنا كنعرفوا بان للمغرب تاريخ قديم الحلي والمجوهرات مع الدول الافريقيه. اكيد كانت البضاعه المغربيه تتمشي لطومبوكتو، كانت كتمشي للساحل العاج، كانت تمشي لعدد ديال الدول، والحقيقه هما كلهم كيتجهوا الان لتركيا.
حنا إلا قمنا بهذا البرنامج الاستراتيجي ودرنا هذه الاتفاقية مع هذه الوزارات هذه سوف نقطع الطريق، سوف نحقق الاكتفاء الذاتي الوطني فيما يتعلق بطلبيات ديال المغرب في الحي المجاورات، وسوف نصدر إلى إفريقيا، خاصة أننا كنعرفوا بأن إفريقيا هي غنية بالذهب والفضة. وحنا ما علينا هل سيطرنا المواد الأولية ونصنعوها لهم ونصيفطوها لهم بحال اللي كنديروا دابا المغاربة كيديروا مع تورطة كيهزوا الدم من هنا خام والفضة خام وكيسيفطوها كتصنع وكترجع. إذا هذا هي الآفاق. أخيرا واحد السؤال اللي هو مزيج ما بين ما هو نفسي وما هو روحاني وما هو متفلسفي. سين بالذهب مرتبط بالإحراس والأفراح، تعليقك على هذا المسألة؟ ويعني هو لكل دول وكل النواحي في العالم عندهم ثقافه ديالهم خاصه وعلاقه خاصه بالذهب وبالفضه. احنا يعني ما نساوش بان التاريخ ديال العمله كان من الذهب والفضه والفلوس، واذا بقى عندنا واحد الارتباط لا شعوري بهذه الماده وهي ترمز الى الغنى. وفي القرن 18 و 19 في المغرب كانت تقاس القيمه الاجتماعيه ديال المراه القرويه او المراه الحضاريه بما تملك من فضة ومن ذهب بوزنها، فهو يحدد مركزها الاجتماعي. ربما هذه كلها بقات عندنا في اللاشعور ديالنا، واليوم كنشوفوا بان بطبيعه الحال الطاقه الشرائيه ديال المواطن المغربي بعد الازمه هذه نقصت بزاف هذا الى اخره. ولكن كيمكن لي نقول لك بان الناس المنتوج ديال البرودوي دو لوكس ما عندوش ازمه. احنا كنشوفوا بان هاد السنه هادي بورش باعت اكثر، لي بارفان تباعوا اكثر، والحلي والمجوهرات اللي ساوين الثمن الكبار ديال بلاس فوندوم وديال هادي بلاتي راه حقو سميتو. اذا كاينه هناك ازمه على واحد الطبقه واحد الشريحه الاجتماعيه، والازمه لن تدوم ان شاء الله الرحمن الرحيم. سي ادريس الاستاذ رئيس الفيدراليه المغربيه للسياحه المغرب، الرساله ديالك بوتر مساج. الرساله سوف اوجهها لمن؟ لان كل رسالة خصها تمشي لها صاحب القرار. انا رسالة ديالي سوف اوجهها الى صاحب الجلالة محمد السادس نصره الله، وما يربطه بهذا القطاع من علاقة روحانية ومن علاقة وطيدة، لان كل الهدايا والهدايا الكبرى يقدمها وتقدم اليه من الذهب ومن الفضة. وبهذه المناسبة أترحم على روح الحسن الثاني رحمه الله، اللي هو الأب ديال الصناع التقليديين، الأب الروحي لجميع الصناع التقليديين، وما كان له من دراية ومعرفة دقيقة بهذا القطاع ديال جميع القطاع ديال الصناعة التقليدية من فخار ومن قبس ومن نحاسيات، ولكن كانت له دراية ومعرفة كبيرة بالحلي المغربية وبتاريخها وبأحجار الكريمة وبطرق العمل ديالها. إذا أنا من هذا المنبر أتوجه إلى صاحب الجلالة أن يدعمنا يدعم هذا القطاع الذي يشغل آلاف الأشخاص بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في هذا الملف واجد، الدراسة واجدة، لا نحتاج إلا تنزيل ديال هذه الدراسة الاستراتيجية، وكون هذا القطاع ديالو له نصيب داك 54 قطاعات اللي تفضل بها مولاي حفيظ العالمي عليهم. وهذا هو الرساله ديالي انا كنوجهها للسده العاليه بإذن الله. شكرا سي ادريس الاستاذ. شكرا لكم. وهنيك الاخوان ديال الفيدرال ديالو كيسقى كيرديهم راه تبارك الله عليك. كان واحد السؤال كنت بغيت نطرحو. شكرا على المشاهده. اذا اعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي.